جماهير الجزائرية أخويا ماني فيك روعة. البارح كسي سوى اتحاد العاصمة سوى المولدية الزوز مصلي على النبي عملوا عارف باهي ديجا بارابور هما نحنا في رقلي حال لعبوا كونتيرهم الملعب التونسي والاتحاد المنستيري عندهم الشعبية كبيرة في تونس. كان جيت الطراجي ولا الافريقي نقول لك ما نجموش بين اللي اصطاد اللعبة في الجزائر يا أخويا. جماهير غفيره جدا. انا شفت تفرجت في الماتشات الزوز بتاع الاستاد ومتاع الاتحاد ومتاع المولوديه ومتاع المستير ومرحبا بكم. جماهير كانت جماهير عظيمه ودخله قويه. جمهور المولوديه وجمهور الاتحاد عملوا دخلات حلوه، اما غير ما جتش معناها المكشخه ولا الكليب ولا الاتوال، كانت تكون معناها دخلات منا ومنا، اما لا باس في الاخر النتيجه مشت للتوانسه. مرحبا بهم الساعة الجماهير الجزائرية الكل، جاوا ما شاء الله بعدد كبيرة وعملوا شو ممتاز، ومرحبا بهم تونس معناها والجزائر كيف كيف، ومش غريب عليهم يسافروا برشا البلدان الكل سيرتو في تونس يجيو معناها من غير حتى حساب يجيو. تونس لقاء الأحباء لمشيا واليوسمان نشوفوهم في العاصمة لهنا خاوة خاوة.